ضيفي يضيف حضراتكم المستشار الأستاذ طه الخطيب المحلل السياسي. والأستاذ طه الخطيب أنا شخصيا على يقين يعني أو ده قناعتي التي لا تقبل شك أنه أحد أهم الشخصيات العربية التي لديها رصد كبير جدا لكل ما يدور من أحداث. الأستاذ طه الخطيب النهاردة في حالة النهاردة عشان أنا مش عايز أسأله كتير ولا أتكلم كتير. ثلاث حاجات النهاردة. الجزء الأول طبعا الذي لا نستطيع نتجاهله هو رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة وما تبعه من هجوم سافر. ويعني وأنا أول مرة أشوف أن ناس رسمين الحكومة الإسرائيلية والصحافة بيشتموا شتيمة رادحة كده لأبو مازن. المحور الثاني وطبعا ده المهم دي ولم يأخذ حقه في الإعلام ولا حد يتكلم عنه، زيارة السيد الرئيس إلى الأمم المتحدة، الفترة الزمنية اللي عاد هناك وما هي الحاجات اللي تمت، لأن في مقابلات بيطلع دايما كل ما تطلع أي الحاجات الرسمية تقول لك واتفق الجانبان على الجوانب المشتركة والحاجات دي كلها، إنما إحنا مش عايزين نعرف الجوانب المشتركة، عايزين نعرف الحاجات التانية. الجانب الثالث اللي هو ما يحدث في سوريا الآن، لأن التطور في سوريا تطور خطير جدا 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 وبيحط المنطقة كلها في لحظات فارقة. الروس ما بقاش الموضوع قصف جوي، لا ده في قوات بحرية وفي على الأرض وحدات برية يعني حاجات جنود على الأرض حارب. هل الأمريكان استسلموا؟ هل هم والبعض اتفقوا؟ إيران واللي بتعمله الكلام ده كله. والميكروفون معك أستاذ طه. مساء الخير الأول. بس مساء الخير أستاذ إبراهيم وتحياتي لحضرتك كل المشاهدين. أولا الحمد لله أنه بعد 67 سنة من نكبة فلسطين ومحاولة شطب فلسطين من الوجدان العالمي، رغم كل الظروف والصعاب اللي بتحيط بالمنطقة العربية والظروف اللي بنمر فيها، تم رفع العلم الفلسطيني بعد تقرير التقسيم عام 1947 بإنشاء دولتين على أرض فلسطين. رفع العلم اليهودي الإسرائيلي ولم يرفع العلم الفلسطيني، أخيرا تم رفعه بصمود الشعب الفلسطيني برغم كل الظروف الصعبة اللي بمر فيها ورغم الأحداث الجسام اللي بتمر في المنطقة العربية وخاصة في مصر وسوريا. للأسف يعني في قبل ما ندخل في الأطراف الإسرائيلية والحقد الغبي اللي ما زال يعتقدوا أنهم الأقوى وبالتالي يجب أن يكونوا قليلات أدب ويغلطوا على مسيرة الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني، هم حاليا في حيرة من أمرهم وسنتابع الفترة القادمة الدوخة اللي حيوقعوا فيها عن جهيتهم وصلفهم وسرقتهم لكل الأحداث لتجيرها لصالحهم. احنا حصل عندنا بس نقص في حاجة، انا كنت اتمنى على السيد الرئيس محمود عباس انه يصطحب معه ملف وصور عائلة دوابشة اللي حرقوها دواعش اليهود ليرى العالم التجانس والتطابق بين دواعش اليهود ودواعش المتأسلمين في كل حاجة بما فيها عمليات الحرق، كيف تتطابق المدرسة الإسرائيلية والمدرسة المتأسلمين في الشرق الأوسط. خيط واحد بيربطه بالإرهاب يعني، والإرهاب بنفس المقاييس، دواعش اليهود ودواعش المتأسلمين بنفس الأخلاق بما فيها حتى قلة الأدب فيها تطابق. يعني ما يقوم به التنظيم الدولي والإخوان المسلمين وما كانوا يحضرونه في الأيام العشرة اللي فاتت، والحمد لله يعني أنه مصر قالت للعالم مرة أخرى يجب أن تقول تحيا مصر. فرفع العلم الفلسطيني تعتبر حق من حقوق الشعب الفلسطيني وعادة تذكير المجتمع الدولي ما في وجدان المجتمع الدولي لأن هناك قضية لم تحل، هناك قبول من المنطقة العربية وعلى رأسها
من يقود قاطرة الأمة العربية بعد غيابات كثيرة، عودة مصر إلى الساحة الدولية وإلى القرار الدولي وصناعة القرار الدولي، لأن هناك أستاذ إبراهيم صناعات للقرارات الدولية، ليست هناك قرارات فجائية، ما يؤخذ اليوم يكون متفق عليه قبل شهرين ثلاثة ستة. ما فيش حاجة اليوم نرفع العلم، العلم ده لنا 4 سنين بنحاول نرفع العلم بالمناسبة يعني، وكنا بنتوحوح على صوت دولة معينة وما قدرناش ناخد صوتها، رغم انه هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، صوت البوسنة والهرسك في 2012 كنا بحاجة لصوت البوسنة والهرسك عشان نوصل 9 أصوات في مجلس الأمن، ما خدناهوش. وهذه الدولة اللي هي تتبع تركيا وقطر، كل الناس عطونا ما عدا، فالحمد لله انه قدرنا رفع العلم، والله يكون بعون القيادة الفلسطينية ومحمود عباس، لانه هناك اطراف فلسطينية برضو هاجمت رفع العلم وقالت شو انتوا فرحانين على قطعة قماش ترفع. يا اخي العلم علم، كل دولة لها علم ولها رمز ولازم تحترمه غصبا عنك، غصبا عنك مش بكيفك، وإذا الظروف أعطتك إنك تكون قليل أدب ما حدش هيحاسبك، لا حتتحاسب، ما تتحاسبش اليوم حتتحاسب بكرة. دي قوانين السياسة قبل قوانين الأخلاق العامة، لكن للأسف الناس فاكرين السياسة ما لهاش قوانين، لا لها قواعد السياسة برضو. فتحية للجهد الذي بذل في رفع العلم الفلسطيني على سواري الأمم المتحدة بعد 67 سنة من تاريخ النكبة، ونحتاج لوقت آخر للملف الفلسطيني يا أستاذ إبراهيم. طيب هفكر حضرتك بحدث صغيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته، لأن يعني أنا عارف أن أنت يعني عندك رؤية معينة أو تحليل لمضمون ما دار هناك، بس نفكر السادة المشاهدين كده، ورينا يا سالي كده الأجزاء اللي الرئيس فيها تكلم، النقاط اللي تكلم فيها الرئيس والحفاوة التي قوبل بها الرئيس. تستمع الجمعية العامة الآن إلى بيان يلقيه صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أطلب من مسؤول المراسم أن يرافقوا فخامته. السيدات والسادة، لقد تابعنا جميعا كيف انحدرت ليبيا الشقيقة إلى منزلق خطير، عندما أفصحت قوى التطرف عن وجودها من خلال أفعالها التي تجافي مبادئ الإسلام وقيم الإنسانية. فلم يكن ذبح المصريين على شواطئ ليبيا إلا نتيجة للتهاون في التصدي لتمادي المتطرفين في تحدي إرادة الشعب الليبي ورغبتهم في الاستئثار وارتهان مصير دولة وشعب بتمكنهم من السيطرة عليهما. إن حرص مصر البالغ على مستقبل ليبيا وسلامتها واستقرارها كان دافعها الأول لدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، وقد كان لهذا الدعم دوره الواضح في التوصل إلى اتفاق السخيرات. كما تبعنا جميعا كيف استغل المتطرفون تطلعات الشعب السوري المشروعة للجنوح بهذا البلد الشقيق نحو مواجهات تستهدف تحقيق أغراضهم في إقصاء غيرهم، بل امتدت هذه المواجهات حتى فيما بين الجماعات المتطرفة ذاتها طمعا في الغنائم، حتى تكاد سوريا اليوم تتمزق وتعاني خطر التقسيم. وتتابع مصر باهتمام التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة العراقية، ونأمل في أن تساعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة على إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق والمضي قدما على طريق المصالحة الوطنية.
السيدات والسادة، لعل ما سبق يعد مثالا للتهديد القائم والمتزايد لاستغلال التنظيمات الإرهابية لأزمات سياسية لتحقيق أهدافها، كما أجد من منطلق المسؤولية التاريخية كرئيس لمصر التي تقف في قلب تلك المواجهة أن أحذر من خطر امتداد ذلك التهديد إلى مناطق وأزمات أخرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. إن تسوية دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سوف يقضي على أحد أهم عوامل عدم الاستقرار للمنطقة وإحدى أخطر الذرائع التي يتم الاستناد إليها لتبرير أعمال تتفرغ كل شعوب المنطقة لبناء مستقبلها معا ولتحقيق الرفاهية والازدهار. وفي هذا السياق لابد لي أن أشير إلى إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر عام 2030 في مارس من العام الحالي، بالتزامن مع الحراك الدولي للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية لما بعد عام 2015، والتي نأمل في اعتمادها على نحو يأخذ في الاعتبار المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والتفاوت في القدرات والموارد والتباين في الإمكانيات والتنوع الثقافي. فالتنمية حق من الحقوق الأساسية، وإتاحته وتيسيره خاصة للدول النامية وإفريقيا هو مسؤولية جماعية لا سيما على الدول المتقدمة. وإنني لعلى يقين من أنه بعون الله وتوفيقه بتوفيقه للمصريين سيكون بمقدورهم تحقيق أسمى تطلعاتهم لأنفسهم ولبلدهم ومن أجل منطقتهم، بل ولخير العالم أجمع. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ طه، شفت احنا كان دي مقتطفات من خطاب للتذكره باهم النقاط اللي هو ركز عليها الرئيس، انما الملاحظه ان اللي هنا بس اللي عايز اقول بعد الرئيس ما خلص وحتى ساب المنصه وقعد على الكرسي، انا بالتالي ما فيش حد من زعماء العالم اخذ هذه الحفاوه. التحيه اللي قدمها المجتمع الدولي لمصر ممثله بشخص الرئيس لم يسبقها لها أحد بما فيها الدورة الحالية. أولا بدءا من تحية الاستقبال، كان أطول فترة تصفيق كانت لمصر. لو راقبت كل رؤساء العالم اللي طلعوا شو أخذوا تحية وشو حصل السيسي على تحية، هتلاقي هناك فرق حوالي 20 ثانية زيادة. يعني مصر أخذت 24 ثانية تحية الاستقبال، واخذت اكثر من نصف دقيقه تحيه نهايه الخطاب. والرئيس الوحيد اللي اخذ 9 تحيات اثناء القائه للكلمات، اثناء القائه هو الوحيد، الرئيس الوحيد اللي حصل على تحيات اثناء ما كان بيلقي الكلمه بتاعته. وهذا دليل على التأييد المجتمع الدولي لما ورد في هذا الخطاب للرؤيه المصريه. ما هو انت تفرض رؤيتك ازاي وحتحصل عليها بأي اتجاه من مقياس المجتمع الدولي في محفل بهذا المستوى. لكن الأهم من ده كله أستاذ إبراهيم أنه الرئيس ذهب إلى أمريكا لحضور الجمعية العامة 70،
وكان الخصوم ومن يعتقد انهم اعداء لمصر يحضرون عملية من التقارير المستهدفة لمصر من عفو دولية، حقوق إنسان، لجنة خبراء الإنسان، التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وسائل الإعلام، لندن بريس، وكالات بريس، هناك من دفع لهم ملايين الدولارات لتستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بكم من التقارير والاتهامات والهجوم على مصر لإفشال الزيارة من اليوم الأول. استطاع الرئيس من خلال اقتحامه لمجموعة الفضائيات الأمريكية في 4 مقابلات انه يسيطر على الشاشة طوال 6 أيام، لا حديث لأمريكا. طب نتائج الزيارة نشوف للأسف، يعني الإعلام المصري الخاص يعني قول الإعلام الدولة امبارح، يعني والحمد لله كان في تقرير كويس عن الزيارة امبارح بالليل، كان على الإذاعات والهذا، أنا يعني تابعته معمول كويس، بس كان بودي إنه المتابعة خلال 6 أيام إعلاميا تكون بطريقة أخرى، لكن ليس طالما قدروا يلحقوا امبارح التقرير بهذا المستوى. لكن الإعلام الآخر في مصر اللي بيدور على نبرة الصوت واللي بيقول الموضوع الفلاني ما كانش بالقوة في الملف الفلسطيني، يا أستاذ إبراهيم أنت في الوقت الحاضر لا تستطيع إلا الثبات على الثوابت بتاعتك. ما حدث في روسيا هو نفسه ما حدث في أمريكا في الملف الفلسطيني. الدولة الفلسطينية على حدود 64، حدود 4 حزيران 67، والقدس الشرقية والأقصى، وده اللي انطرح في 14/7/2014 اثناء العدوان الاسرائيلي على غزة، ورقة العمل المصرية اللي حضرها الاستاذ سامح شكري. مدال الحرب اندلعت، خلينا نطرح القضايا السياسية على الطاولة. رفضت حماس ان توضع موضوع الدولة، موضوع القدس على طاولة المفاوضات، كانوا يريدوا ان يبحثوا في القضايا الانسانية. ولما بدأت أحداث القدس الآن في الأقصى من شهر، والعدوان الإسرائيلي المستمر، هو يعني مش جديد الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى، كله يتباكى إنه سايبين الأقصى. يا أخي ما أنت السنة اللي فاتت كان عندك فرصة إنه في عدوان إسرائيلي وفي حرب وفي استعداد لتقديم التضحية والشهداء. طب خلينا نحرك الملفات السياسية. قلت لا، أنا بدي مينا وبدي أكل وشرب. طيب اوكي، طب شو اعمل لك؟ انا ما كمان عندي الظروف مش دائما هي المساعده. ومع ذلك لما راح الرئيس على زيارته لموسكو برضه طرح الملف الفلسطيني ومحوريه القضيه الفلسطينيه والثوابت المصريه فيه، ثوابت المصريه، وفي الخطاب كان برضه ثوابت. طب في المقابلات التلفزيونيه مع وكاله مع سي ان ان ومع سي بي سي نفس الكلام، ما لا تغير حرف. يجب أن نوجد حل للقضية الفلسطينية حتى العالم يرتاح من كل الظواهر اللي موجودة فيه، أو أنتوا خلص يعني هاي الموضوع اللي أنتوا بدكم إياه، وحمل المسؤولية للإدارة الأمريكية بدون مواربة في أكثر من خطاب. ولما تحدث عن الحروب تحدث عن الجيش الأمريكي كأقوى جيش في العالم كجيش نظامي، لكن الجيش المصري في السنوات الأخيرة تمرس في الحروب اللي فرضت عليه في الشرق والغرب. لما تخرج صحيفة مصرية وتغير المعلومة وتقدمها على أنه السيسي قال أن الجيش الأمريكي لا يوجد جيش في العالم يستطيع الوقوف أمامه، طب ما قالش هيك، أنت من وين جبت أصل المعلومة دي؟ مش حرية رأي. الرجل ما قالش، هاي المقابلة ما قالش، هو كان بيعمل مقارنة بين الجيش الامريكي والجيش المصري، مش الجيش الامريكي والجيش الروسي، انه انا في حروب عندي مفروضة وخلال السنوات الـ3 سنوات الـ4 سنوات الاخيرة قدرت انه امتص ما فرض علي من حرب بنفس القوات المسلحة المصرية. مش معنى ذلك انه الجيش المصري تحول في عقيدته لمحاربة الارهاب فقط،
وإلا لماذا يقوم التسليح بالبوارج وحاملات الطائرات والطائرات الحديثة وكل أنواع الأسلحة من الشرق والغرب والوسط؟ يعني إذا كل واحد فاتح له فضائية بس لينال من أعماق الدولة المصرية، بعتقد أنه الزمن ماشي في صالح من يخاف على مصر ويحاول بناء الدولة المصرية. موضوع التنمية المستدامة حقق فيها نتائج أكثر من نقطة. في الحرب على الإرهاب فرض على العالم مفهوم الحرب على الإرهاب. الإرهاب ليس داعش. أنت مصر تقول لي تنظيم الدولة الإسلامية، يا أخي هذه داعش، بس هذه داعش جزء من منظومة متكاملة سقفها الإخوان المسلمين، فيها أنصار بيت المقدس، الأسماء إجابة النصرة، أنصار الشريعة، أحرار الشام، هذا كله إرهاب. يا بنتفق على الحرب ضد كل هدول، يا ما تفرضش عليه حرب منا خاص أنت بيك. أنت لما فرضت الحرب على داعش في شهر 9/2014، داعش كانت لا تمتلك إلا 24,000 كيلومتر في سوريا والعراق. اليوم داعش تمتلك 240,000 كيلومتر في العراق وسوريا. انت بتقول ضربتهم 5,000 مرة. طب اتمددت ازاي؟ طب ما فرصة مدالهم بيتمددوا انك تشوفهم وتضربهم. وصلنا مرحلة المعطيات اللي بتقدر مصر تتحرك من خلالها. في اخر زيارة لموسكو كان حضر الملك عبد الله، وبعد الزيارة هاي حصلت نتائج. انا اقرأها ازاي؟ اعلنوا فشل عاصفة الجنوب في درعا والسويداء بدون ما ندخل في تفاصيل. في موقف استحدث في الاردن لانهزام هذه المجموعة وسحب السلاح منهم. مين حيزعل مين حيرضى قصة تانية. امريكا فتحت غرفة العمليات في الاردن في 2012 وكان فيها المانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا والسعودية وقطر واسرائيل والاردن. طبعا كله بينكر ان اسرائيل موجودة، لا اسرائيل كانت موجودة وما زالت موجودة. الالمان فقط هم اللي انسحبوا في نهاية 2012، انه هذه مش موضوع ثورة وديمقراطية، هذه حرب على سوريا احنا مش هنشارك فيها، وانسحب وزير الدفاع الالماني منها، صدرت له الامر وانسحب. فشلت الغرفة هاي. فشلت ازاي وامتى؟ بعد تقابل الملك عبد الله مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في موسكو. يبقى هذه جبهة الجنوب. الجيش السوري استطاع انه يدافع عن جنوب دمشق خلال الثلاث سنوات اللي فاتت بكل الامكانيات المتاحة. في الاخير كمان خلينا بمنطق، يعني يقول لك بعد 5 سنين ما هي يستعان بروسيا، ما يستعين بروسيا. شو المشكلة؟ الدنيا كلها ضدهم. انت فاتح علي 1000 ميليشيا، 118 فصيل تابع لكل مشتقات القاعدة والإخوان المسلمين تعمل في سوريا. 118 فصيل. بده يستعين بروسيا. لأنه الحليف الرئيسي له إيران. بعد اتفاق 5+1 إيران نأت بنفسها عن الملف السوري. شلت إيدها. هتقول لي حزب الله، حزب الله قصته قصة تانية وحسبة تانية. في جزء منه بتعلق بالدولة السورية والدولة اللبنانية، مش كل القصة في ايد ايران، لا. بس ايران ما كانت تقدمه لسوريا في اتفاق 5+1 ايران لا بتاع، بس عشان الناس تفتكر اللي هو بتاع النووي الاتفاق النووي. في شيء ما قدمته ايران. طب يا جماعة الخير شو قدمت ايران عشان تحصل على هذه المكتسبات؟ هو الملف السوري. فرنسا كانت في خيارات في المفهوم السياسي واعلنت انه احنا هنتحرك ضمن المفهوم السياسي المصري لحل الازمة في سوريا. والله بوتين اعلنها، بس الناس ما بدها تسمع. استاذ ابراهيم قال، الراجل قال، وبدأ يستدعي كل اقطاب المعارضة السورية بما فيهم اللي المعارضة اللي رفضت مصر استقبالها، استقبلوا بما فيهم خالد خوجة احد زعماء الاخوان المسلمين في سوريا، واللي عنده جناح فصيل على الارض اسمه اجناد الشام.
طب خلينا نحل نقرب كذا، ما فيش كله لازم ندمر سوريا ولازم نقتل الأسد ولازم يرحل الأسد. الدولة مصر قالت الدولة في جيش صمد 5 سنوات انت ما قدرتش تفككه، عملت لي جيش حر وجيش فتح وجبهة إسلامية وجيش الإسلام وجيش محمد وجيش فاروق طب في الأخير الدولة بقيت. الدبلوماسية الخارجية السورية 179 سفارة ما زالت صامدة في العالم، ما قدرتش انت تسقط سفارة واحدة الا بالبلطجة اللي حصلت في باريس والدوحة فقط لا غير. لم تسقط سفارة للدولة السورية في اي مكان في العالم بما فيها في امريكا سفارة الدبلوماسية السورية. طيب يقول لك ما هو هي يا اخي، ما في الاخير انت الدولة محاصرة وحرب 5 سنوات، 80 دولة مسلحينها بتدخل سوريا، أكثر من 120 ألف مسلح دخل سوريا. أمريكا تغذي العالم بمعلومات غلط، والروس قالوا لهم أنتوا بتقدموا معلومات غلط، أنتوا بتحكوا على 24 ألف مسلح، لو وزعناهم على كل 10 كيلو مش هيروحوا مش هيطلع 4 تنفار في كل 10 كيلو. طب إزاي القصة فيها 80 ألف مسلح داعش؟ 80 ألف، أمريكا مصرة تقول 24 ألف، ما هو إزاي 24 ألف احتلوا الموصل وتكريت والأنبار؟ الأنبار مساحتها قد الأردن، قد دولة الأردن، الأنبار لحالها الفلوجة والرمادي وبلد وغرب بغداد لغاية حدود الأردن. طب هذه كلها تحت سيطرة داعش، إزاي تمددت؟ إزاي السلاح كان بينزل من الطائرات الأمريكية بحجة تقديم المساعدات اللوجستية للجيش العراقي تتسلم لداعش؟ يبقى امريكا قاصدة بقاء هذه الدولة. ولو دخلت على جوجل تطلع الخرائط بالمفهوم الامريكي، خارطة الدولة دولة داعش اللي رسمها امريكا على انه امر مستحق خلاص اصبح على ارض الواقع، اللي بيمتد من شرق حمص وتدمر والرقة والحسكة بالموصل والانبار في العراق. مين اللي رسم الخريطة هذه ونزلها على جوجل؟ الرؤية الأمريكية لداعش للدولة التنظيم الدولة. أحبش أقول كلمة التنظيم الدولة لأنه فعلا هم مصرين يقولوا تنظيم الدولة الإسلامية، عشان كل الأجيال في العالم تكره الإسلام وتشتم الإسلام. طيب من الأعمال اللي بتقوم فيها داعش، الحرق والذبح والكلام ده كله، كله بنفس شو اللي بتقوم فيه انصار بيت المقدس في شمال سيناء. طيب شو اللي بتقوم فيه جبهه النصره استاذ دلوقتي يعني عشان حضرتك نوضح للساده المشاهدين، الروس فجاه تدخلوا وبقوا على الارض فعلا جوا وبرا وبحرا كمان، هل هم داخلين عشان يقضوا على دول ولا داخلين عشان الدوله ما تسقطش؟ واذا ما كانتش الدوله هتسقط هل هناك ثمن؟ هل في فاتوره؟ هل في حاجه هتدفع؟ اولا تدخل الروس عشان الدوله ما تسقطش، لأنه الرئيس بشار الأسد طلب المساعدة في المرحلة القادمة، بعتوا له الطائرات الحديثة الميج، دفعة الميج 31، برضو ما كانش كافي لأنه بده ذخائر وبده طيارين، وفي صار نقص في الكادر البشري، الجيش السوري تقلص 70% من قدراته، وفي 18 جبهة مفتوحة على الأراضي السورية، وفي تركيا مصرة تأخذ منطقة في شمال سوريا على أنه محمية بالقانون الدولي. المجتمع الدولي رفض الموافقة على المشروع التركي، فراحت تركيا فتحت بوابات مخيمات اللاجئين وتركت لهم الحبل وراحوا على أوروبا بالهجمة اللي كل الناس شافتها. هدول ما طلعوش من سوريا امبارح، لما يطلع جون كيري يقول هدول هربوا من البراميل المتفجرة، هدول لهم 3 سنين في تركيا ولهم 3 سنين في الأردن ولهم 3 سنين في لبنان وخمس سنين في لبنان. في الوقت ازاي ما لهم عندنا اخواننا السوريين هنا في مصر، ما هم بقالهم 3 سنين. طب بس اللي اجوا على مصر يا استاذ ابراهيم بيشتغلوا ودخلوا المدارس، اقصد اقول يعني في نفس الوقت مقيمين في البلد في نفس الوقت، ويعني في الاخير في امتعاض انه ترك بيته واهله بس عايش وسط المجتمع المصري، جزء من المجتمع المصري. طيب يعني اي حدا بيتباكى او بيتفلسف
بالعكس، مصر أفضل دولة استقبلت المواطن السوري، بلاش نقول كلمة لاجئ، وواخد حقوقه زيه زي العراقي. يعني في عراقيين في مصر، مصر لما السيسي بيقول عندي أنا 5 مليون لاجئ، محدش فكر ال5 مليون كم الخدمات اللي بيحصلوا عليها. نحن عندنا ناس من مشكلة الجنوب بتاع السودان بقالهم 7-8 سنين. مجموع اللاجئين في مصر 5 مليون، عراقيين وفلسطينيين وسوريين، نرجع للاتحاد السوفيتي عشان ويمنيين المسألة تتفرع. بس خلي بالك موضوع التحرك الروسي بدت بوادره من شهر 8. انتوا بتضربوا داعش ولا بتضربوش داعش؟ الخطة هاي اللي انتوا ماشيين فيها يا امريكان لن توصل لحلول، وبينفعش تروح تحارب داعش بدون التنسيق مع الدولة السورية. بدك تضرب داعش نسق مع سوريا، قالك لا من لا احنا مش هننسق مع سوريا. تطلع لك فرنسا تقول لك لا لا بشار الاسد قبل داعش. طيب يا جماعة الخير، منفعش في دولة هون واصحاب المنطقة ما بدهم الدولة هذه تتقسم. مصر ابلغت الروس رغم العوامل الجغرافية والطبيعة. لما زمان الحيثيين طلعوا الفراعنة قاتلوهم في سوريا، المغول لما اشوا طلعوا المصريين قاتلوهم، لما الاتراك وهم بحكموا مصر اخلوا بالمبادئ الاساسية، كان الجيش المصري حيحتل اسطنبول ايام ابراهيم باشا. طب هلا المعادلة اختلفت وظروف معاكسة، يا روسيا حتخدم يا مش هتخدم. جزء من القرار الروسي في خدمة يا أستاذ إبراهيم، مش فاتورة. لا لا في خدمة. طيب في خدمة. دخول الروس بهذه القوة بهذا الجبروت وبهذه السرعة، يعني العمليات بدأت امبارح وأنا إنسان عادي جدا وفقط بتابع الأحداث. أنا كتبت يوم الاثنين رسالة مخاطب فيها الرئيس الروسي بوتين، قبل ما تقول لي إنك جاي تحارب داعش، لا انا بدي تحارب كذا وكذا وكذا، وبدا جغرافيا من المناطق كذا وكذا وكذا. انا مالي تروح لي هلا تحارب لي في الرقه؟ ما امريكا بتقصف هناك، اوكي خليها تقصف، شو المشكله يعني؟ مش هي بتقصف داعش في الرقه؟ ليش روسيا تروح تقصف في الرقه يعني؟ في عندي مناطق اخطر. لما تطلع وسائل الاعلام تقول لي انه الضرب صار في المدنيين وفي الجيش الحر، طب اه من بدي اضرب الجيش الحر؟ ما هو الجيش الحر مين؟ ما هو جزء من جبهه النصره، هو نفسه أحرار الشام. طب هي روسيا ضربت فين؟ الناس بتنسى من سنة ونص أستاذ إبراهيم لما صار عملية إخلاء للمسلحين في حمص في شهر 5 و6 السنة اللي فاتت، المسلحين اللي كانوا في باب عمرو في حمص وين راحوا؟ اتجهوا شمالا في 3 تجمعات، في الرستن وتلبيسة ومنطقة اسمها الدار الكبير، موقع اسمه الدار الكبير بيجي في ريف حمص الشمالي جنوب الرستن. هذه الشهر اللي فات اعلنت ولا اهل داعش، دي موقع من اللي انضربوا امبارح، موقع اسمه الدار الكبير. لكن الجزيرة والعربية والاناضول لا يعنيهم يقولوا الضربة فين، هم يعنيهم يركبوا الصور وينزلوا. توقعاتك؟ توقعاتي بدت العملية اليوم، بدأ القصف الروسي بشكل مباشر في منطقة جسر الشغور. لازم العملية تبدأ من جسر الشغور. ليش جسر الشغور أستاذ إبراهيم؟ أولا عشان هم الروس يكونوا متواجدين بأريحية في اللاذقية وطرطوس، لازم المناطق هذه في الريف الشرقي اللاذقية يكون محمي. طب إزاي محمي وجسر الشغور ومعرة النعمان سقطت في جبهة النصرة؟ فلازم تبدأ العملية من هناك. اليوم من الفجر العملية بدأت من هناك من جسر الشغور ومعرة النعمان، وستنطلق باتجاه إدلب، لأنه الجيش السوري هو اللي حيتحرك على الأرض أستاذ إبراهيم. لأنه في انتفاع، أنت بتعرف خدمت في الحروب ما فيه الكفاية، قصف الطيران بمفرده لا يحسم معارك، والجيش السوري جاهز للحركة، لكن الجيش السوري أصبح يحتاج للدعم. الدعم وصل. طيب هتبدأ المعركة من جسر الشغور. هلا تطلع تقول لي معارضة معتدلة، معارضة ما كله رفض، كله عايز الدولة السورية تتفكك.
طيب يعني نقدر نقول دلوقتي، عشان احنا قدامنا 5 دقايق، نقدر نقول دلوقتي ان روسيا مصممه ان سوريا لا تقع خلاص، يعني سوريا مش لازم تقع، ومصر مصممه ان سوريا ما تقعش، ما تقعش. مش طيب. روسيا بس، ما انا لازم فاهم، لازم لا تكون الصوره واضحه. مصر لها موقف ثابت، واسمع على مش في الاول كان بالوشوشه في موسكو وبالمعارضه اللي اجت على مصر، المعارضه الوطنيه السورية. اللي قبلت التفاهم مع الدوله السوريه للوصول لحلول. ما هو مش كل المعارضة جت على مصر، في ناس سمح لهم، في ناس لم يسمح لهم، ومش هيسمح لهم في الأيام القادمة، عشان بس تكون الصورة واضحة. اللي ما أخدش تأشيرة بال4 شهور مش هياخد تأشيرة كمان 4 شهور. والحل مش في جنيف. الرئيس في خطابه في فقرة خاصة بسوريا قلطوا عنها في التقرير، بقول إنه إحنا الدعوة سنقوم بالدعوة للقاهرة للمعارضة الوطنية السورية. نعم. ما تقوليش معارضة معتدلة، معارضة الوطنية. طيب. المعارضة اللي هي بتخاف على بلدها. زيها زي النظام. طيب. يعني. توقعات حضرتك بس في النص دي، عشان عايز ارجع تاني لزيارة الرئيس اللي في ال3 دقايق التانيين. توقعات حضرتك انت دلوقتي، الروس دخلوا على الارض وبيشتغلوا على الارض، بيأمنوا اماكنهم اللي واقفين فيها والكلام ده كله. هل امريكا هتعمل حاجة ولا هتسكت ولا امريكا هتبلغ؟ طلعت بالعالي بالعالي امبارح كل التصريحات، بدأت اخر الليل لغاية اليوم الصبح اعلن كيري انه احنا يعني خلص اوكي، اذا بدهم يضربوا داعش يضربوا، بس لازم نشكل غرفة تنسيق بين العسكر في امريكا والعسكر في روسيا. اوكي ماشي، ما الروس قال تعالوا يا جماعة الخير ننسق، ما عندناش مشكلة، تمام، بس تعال ننسق وانا بضرب، مش هوقف وبعدين نقعد نحكي، لا تعال نحكي وانا بضرب. طيب عايز اروح بقى رؤية حضرتك، وانت من الذين ترون ان زيارة الرئيس اكثر من ناجحة في النقاط الكثيرة جدا، بعضها باين وبعضها مش باين. من وجهة نظر حضرتك، الحاجات اللي محدش خد باله منها في الرئيس، فشل التنظيم الدولي للاخوان المسلمين في التحضير لاي مظاهرة تستمر اكثر من دقيقة ونصف في اي موقع في امريكا. ولا موقع يا استاذ ابراهيم قدروا الاخوان يصمدوا فيه دقيقة ونص. نعم. 2، اكبر تجمع حصل فقط هو التجمع اللي كان فيه قلة الأدب المنافي للأخلاق والقيم والإسلام. الشتيمة اللي سمعناها. لا دي شتائم ولا مدارس شوارع بارويس الخلفية. يعني ما لهش علاقة بالإسلام خالص. أنت نوعية الشتائم والبذاءات والحقارة. البذاءات والحقارة اللي إزاي ده بيقول عن حاله إخوان مسلمين يعني. ده ولا إخوان العفاريت الأزرق تمام. يعني. 3. استطاع الرئيس ان يمر بمشاريع التنمية من خلال اكبر تجمع للشركات الامريكية اللي بدأت تطلب الحضور الى مصر. نعم. الامريكان اتأخروا، يعني الاوروبيين وخاصة الالمان دخلوا على اهم المشاريع في مصر. مشاريع الطاقة، والصين دخلت على مشاريع السكة الحديد، والروس والصينيين والألمان دخلوا على مشوار محور قناة السويس، والأمريكان خدوش القطاع بسيط من جزء بسيط من قطاع الطاقة اللي هي موضوع جنرال موتورز فقط لا غير. البلد ماشية، انت جيت تستثمر، انا مش طالب منك تساعدني، انا طالب منك تيجي تشتغل عندي وتكسب وننهض في البلد. إذا ما بتوفي معك العملية أوكي بلاش، بس هاي الصورة اللي أنا بقدر أقدم لك إياها، إني أنا عدلت قوانين الاستثمار في البلد، عندي خطة إنماء لعام 2030 قدامي 15 سنة، معدلات التنمية. رد الفعل الأوروبي بالأمس لما قرر الاتحاد الأوروبي بنك التعمير، تم التصويت بالإجماع بدون معارضة فقط صوت واحد أن تكون مصر إدارة العمليات المركزية للبنك في مصر خارج أوروبا، انتصار هائل، والناس كلها فكرت، بس قاعدة تفكر مين الدولة اللي ما صوتتش. طب البنك هذا أهم بنك في أوروبا، والناس اللي بيشتغلوا فيه في مصر أصلا بياخدوا أعلى المرتبات، يعني بنك موجود أصلا، بنك التعمير ده أخذ قرار الاتحاد الأوروبي إنه العمليات المركزية للبنك في مصر. ده قفزة نوعية في الاقتصاد للأيام القادمة. 2، تحسن
موقع مصر في الائتمان في التقييم الائتمان الاقتصادي 3 درجات خلال زيارة السيسي 6 أيام دول. كمان هذا دور الإعلام أن يبرز يعطي مساحة للناس عشان تكون على أمل أنه بكرة أحسن. إزاي أنت بدك تقول للناس بكرة أحسن بس أنك تغني له يعني ولا بدك تقدم له الداتا اللي صارت اوريدي مصر واصلة إلها بدك تقدمها للناس وتدور عليها. فما تطلعش تقول لي أصلا حتة الأقصى كانت نبرة ضعيفة يا أخي. هو قال لك مش قضية مش بالصوت العالي مش بالرنان وهذا أصلاً. الزمن مش قبل في زمن بينفع كان فيه الصوت العالي بينفع بالعكس السياسة هذه اللي متبعها الرئيس خلال السنتين الماضو يدعم قوة 3-7 الدولة المصرية التي فرضت على الجميع إرادة واضحة مصرية. ومن أجل ذلك الرئيس تحدث في خطاب أمم المتحدة على فقرة واحدة اللي قتلوا المصريين في ليبيا بالفوضى اللي انتوا عملتوها في ليبيا. نعم. علشان هيك انا روحت ضربت ما حدش سألني ليش روح ضربت ما حدش يقول لي حاجه يعني ما تكلمني ما حدش راجعني. في ناس هون قتلوا ناس هون بس تذكير يعني هو حب يضوع على الموضوع لانه في كتير ناس كانوا محضرين تقارير انه مصر اعتدت على ليبيا. طيب انا كان رسائل بخصوص حضرتك بس انا في رساله عشان بخدم البرنامج الاستاذه اسماء احمد بتقول لي المستشار طه الخطيب من الشخصيات الفلسطينيه العربيه المحترمه التي يتمنى ان يكون لها لقاء ثابت اسبوعيا مع حضرتك استاذ ابراهيم وذلك توضيح وربط ما يحدث حولنا في المنطقه العربيه موافق؟ ربنا يسهل استاذ ابراهيم قول لها الراجل اختيار ما يقدرش يروح كل اسبوع على 6 اكتوبر يعني. طيب طيب يا استاذ اسماء سمعت اهوت انما انا شخصيا حريص يا ريت الاستاذ وقت ما هو يختار انا تحت امره لان احنا يعني انا شخصيا ببقى سعيد جدا بلقاء الاستاذ طه. استاذ بشكر حضرتك جدا والمؤكد هنكمل كلامنا تاني لان الاحداث اصلا مش هتقف على كده مش معايا بكده ولا لا لا, لا الاحداث متسارعه متسارعه فالمؤكد الاسبوع الجاي ان شاء الله غالبا هيبقى الاحد ممكن الاحد نحكي تلفون لا صعب. طيب خلاص يبقى تليفون يوم الاحد هتكون في نتائج كويسه. طيب ان شاء الله لانه لما تسمع العويل هلا اللي بضج في العالم والتهديدات اللي لا معنى لها يعني سمعت انا تهديدات الخيار العسكري وروسيا لازم تتوقف. روسيا الدولة العظمى لما تاخد قرار انه راحت ونزلت طياراتها ودباباتها واساطيلها من شهر 7 و8 وصورت ونشرت الصور وبدت العملية بان لها وقفة خلاص هي اخر يوم يلا طيب يبقى يوم الاحد ان شاء الله هنلتقي تليفونيا وبعد كده يا استاذه اسماء هنشوف الاستاذه. انا بشكر حضرتك يا استاذه جدا جدا. تسلم الله وبشكر حضراتكم وتصبحوا على خير.